ينضم الينا عبر الهاتف مراسلنا احمد كموني. احمد، هل من معلومات جديده حول موعد تسليم جثمان حميد الى ذويه؟ اجتازت جرافه اسرائيليه السياج الشائك شرقي منتزهات نبع الوزداني، تؤازرها جرافتان ضخمتان وثلاث دبابات نوع ميركافا وسيارات جيب عسكريه انتشرت خلف السياج، وعملت الجرافة على إقامة سد ترابي في تلك المنطقة، غادرت بعدها باتجاه الأراضي المحتلة. الموضوع يعين جلبة عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري بسمة طهماني التأكيد على أن المجلس يحاول الاتصال مع المجموعة التي تحتجز المدنيين في سوريا من أجل بيان حصص معاملتهم وإيجاد حل للقضية. طيبة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 11 مدنيا اليوم في سوريا، حيث تشن كتائب الأسد قصفا عنيفا على مناطق في حمص وأدلب وسط حملة اعتقالات عشوائية في غالبية المدن والبلدات السورية. بالتزامن مع اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في واشنطن، يتحدث المفد الأممي والعربي إلى سوريا كوفي أنان اليوم أمام مجلس الأمن وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة مغلقة، ويتوقع يقترح أنا تشكيل مجموعة اتصال. وسط موجة تنديد دولي بالمجازر التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه، ناقش اجتماع دولي بشأن سوريا في إسطنبول الخطوات الواجب اتخاذها ضد النظام في سوريا والتنسيق من أجل انتقال سلس للسلطة في البلاد. ترقب بلدة عرسال البقاعية التي شهدت خرقا جديدا للسيادة اللبنانية. في ردود الفعل، اعتبر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة انه نتيجة لتكرار الاعتداءات التي ينفذها عناصر من النظام السوري ضد الاراضي اللبنانية واخرها في اخراج بلدة عرسال، فانه بات من المنطقي التوجه الى رئيس مجلس الوزراء والحكومة اللبنانية بالسؤال التالي: هل تعتبرون بلدة عرسال بلدة لبنانية؟ وهل أن شبابها الذي يقتل بأيدي القوات السورية هم شباب لبنانيون، أم أن عرسال باتت خارج لبنان وخارج الجمهورية؟ وتتابعون بعد الفاصل. ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبده برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان، وأهم في جلسة اليوم تفعيل العمل الحكومي عبر تسريع قولنة الإنفاق وإتمام التعيينات الإدارية. وننتقل إلى القصر الجمهوري مع مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، كيف تسير جلسة اليوم وهل من إقرار لبعث بلدية طرابلس اتحاد مدن الفيحاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة نقابة المهن؟ رأى النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون أن المهم بالنسبة للنظام السوري هو إخضاع الشمال لنفوذه، ولفت إلى أن حزب الله يسلح الميليشيات من الشمال إلى الجنوب، وهو بدأ يعيد حساباته حيال النظام في سوريا. بيضون وفي حديث إلى برنامج الاستحقاق وصف الحكومة الحالية بالانتهازية. وتتابعونا بعد الفاصل. وفي الختام تذكير بالعناوين. مشكلة بحياتك اليومية أو مشكلة صحية، مشكلة هارتس الإسرائيلية أن جنود اللواء جفعتي أجروا تدريبا موسعا يهدف إلى الاستعداد لدخول الأراضي اللبنانية وخوض حرب جديدة. وتحدثت الصحيفة عن تجهيز. أعلن كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة وإيران لم تحقق أي تقدم في محادثاتهما الرامية إلى توصل لاتفاق لحل المسائل العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أضاف أن نتيجة